ايه اللي حصل؟ ردي عليا. يا زهر، ياسمين سابت البيت واحنا نايمين. طب ما يمكن تكون راحت المدرسه لوحدها. كلمت المدرسه قالوا لي ما راحتش النهارده. امال ايه يعني؟ امال هتكون راحت فين؟ ما هو كله من تصرفاتك معاها، لو تهت بس عليها شويه. مش وقته الكلام ده. تليفونها معاها ولا سابته؟ حلو يا بابا. هات باسورد. شوف بتفتح ازاي ده. عارفه. اخر مكالمه كانت مع حازم. استنى ما اشوف مسجات. ايه ده؟ انا مستنيكي. تبقى روح اتقابل حازم. يا سيدي اهدى شويه ارجوك. ايوه انك. الو. ايوه حازم. ياسمين عندكو؟ لا والله انا ما اعرفش هي راحت فين. طيب يا حبيبي، اصل ياسمين مش في البيت، واخر مكالمه كانت معاك، وفي مسج بتقول ان انتوا هتتقابلوا. انا شفتها النهارده، هي كانت متضايقه جدا. طبعا حكيت لي على كل اللي حصل. انا حاولت اقنعها ترجع البيت بس هي ما ردتش. رحت اجيب لها حاجه تشربها ورجعت ما لقيتهاش. غالبا خافت ترجعها البيت غصب عنها. طيب يا حبيبي، مع السلامه. بيقول انها كانت معاه وسابته. بابا ما تصدقوش، الواد ده كداب، انا طول عمري ما بحبوش. شاب بيلف ويدور ازاي على ياسمين؟ يا سيدي اهدى شويه بقى، اهدى ارجوك. هتعمل ايه دلوقتي يا شريف؟